وصلنا لأحلى وأجمل فقرة في البرنامج كلها أو مش في البرنامج، الحقيقة هي في حياتنا كلها، هي فقرة المطبخ. ضيفي أو لا بلاش ضيفي، لا هو مش ضيفي لأنه خلاص بقى صاحب مكان الحقيقة أو صاحب برنامج، وهو جه قبل كده عمل لنا وصفات الحقيقة كلها تجنن، وأنا شخصيا جربتها يعني قعدت أزعجه جدا لغاية لما بعتها لي وجربتها طلعت حلوة جدا جدا جدا. النهاردة عامل وصفات أحلى وأجمل من المرة اللي فاتت. خلوني أرحب بضيفي العزيز الشيف عادل عسكر. يا شيف أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير، منور الدنيا كلها. منورة أكتر. وصفاتك كلها خطيرة وجميلة وجربتها ومش قادرة أقول لك يعني طلعت عاملة إزاي. يا رب خليك. عندنا كلام كتير بس خلينا نقول النهاردة هنعمل إيه ونقول الوصف المقادير ونبدأ ننطلق. تمام إن شاء الله. إحنا عندنا مساء الخير الأول على الناس كلها، إن شاء الله وصفتين يكونوا كويسين ويعجبوهم. الوصفة الأولانية هنعمل ركاب للوصفتين وبعد كده نشتغل. الوصفة الأولانية اللي هي التشيكن سيزر سالاد، هي من المطبخ اليوناني. تمام، حاجة كده في دول البحر المتوسط، حاجة مشهورة جدا. أوكي. مكوناتها عبارة عن الخس، الكابوتشا بتاعنا، الكريتون، أنشوجة، مايونيز، جبنة برميزان، الكابري، صدور الفراخ. صدور الفراخ مشوية، احنا شوينها قبل التصوير، حاجة جاهزة كده. تمام. الوصفة الثانية من المطبخ الإيطالي، عبارة عن صدور فراخ بالمشروم كريم صوص والبنة والبصل والبرميزان وورق الريحان والزبدة وملح وفلفل والأعشاب. ده مكونات الوصفتين عموما بشكل عام. بعد كده هنبتدي في أول حاجة، هنبتدي بالوصفة السخنة عشان نحس ان احنا ناخد وقتنا في السوا. بسم الله. أول حاجة نحط حبة الزيت، ده الزيت ده جارليك اويل مش زيت عادي، يعني هو زيت ذرة بس معمول مع ثوم مفروم ثوم صفيين بحيث انه هيدي نكهة ايه مباشر عندنا في المطبخ. لا انت تقول لنا يتعمل ازاي ده؟ ده حضرتك بنجيب الثوم بنفرمه كويس جدا في الكبه مع حبه الزيت ونحطه في النار، على النار في الطاسه زي ما احنا عاملين كده، وبعد كده بنصفيه ونخليه في الجار زي ما حضرتك شايفه كده، بيبقى جاهز اي وقت بنحط حاجه بنستخدم فيها الثوم بيبقى موجود عندنا. ممكن استخدمه مع وصفات ايه تاني مثلا؟ بصي هو المطبخ الايطالي عموما بيحب الجارليك، يعني بيحب الثوم. اغلب الوصفات في المطبخ الايطالي كلها هم بسطة جدا في اكلهم على فكره. زي حالتك كده. ايوه جدا. ولا المحشي اللي بيتلف بسطة جدا جدا. ومع ذلك وصفاتهم حلوه جدا وتستاهل. تمام صراحة. هنبتدي كده الفراخ اهي، هنعمل بس تشميع الفراخ. احنا بنعمل نسخن الطاسه بحيث ان الفرخه تاخد صدمه، صدر الفراخ اهو ياخد صدمه كويسه. الفكره من الصدمه ان انا عايز احافظ على التندر بتاع الفراخ او اللحمه، سواء دي لحمه ستيك او سلمون او او او. احنا لازم يكون الطاسه جاهزه وسخنه حبه قبل ما نحط البروتين بتاعنا. هي دي الفراخ بتاعت السيزر سالاد ولا دي بتاعت ايه؟ السيزر سالاد جاهزه. دي جاهزه. خلي السيزر بعدين، دي بتاعت الباستا، الحاجه اللي هتاخد معانا وقت اللي هي حاجه بتتساوي. تمام. عملنا التشيكن زي ما قلت لحضرتك. طب انت متبلها بايه؟ انا شايفه ده روزماري ولا فلفل بس. بس بس ما احنا قلنا الثوم موجود فين؟ في الاويل. في الاويل اوريدي جاهز، فانا مش عايز اكتر في التوابل عشان ما اطلعش او اودي الوصفه في حته تانية بنكهات غريبه عن وصفتهم. تمام. فهم بصوا زي ما قلت لحضرتك المطبخ الايطالي بسيط جدا في وصفاته. يعني في التوابل بتاعته مش كتير زي مثلا عندنا المطبخ الهندي، بتلاقي لا المطبخ الهندي مليان توابل. مش بتعرفي طعم الاصل للحاجه، ومعظمه سبايسي، بتبقى الحاجه حراقه قوي اللي هم مش قادرين. المطبخ الايطالي بقى ما فيهوش سبايسي خالص، ما بيحبوش الحاجه الحراقه خالص. تمام. زي ما قلت لحضرتك دي التكه الاولانيه، اول ما ننزل بالفراخ على الطاسه بتاعتنا تاخد اللون بتاعها. تمام. وبالتالي الفراخ ما تاخدش وقت سوا كتير خالص. يعني كمان احنا بطينها حبه صغيره، يعني خبطينها بكف ايدينا بحيث ان هي تبقى السمك بتاعها يكون بسيط وما تاخدش وقت في السوا. تمام. اوكي. تاني خطوه بناخد بس الفراخ تاخد حبه لون صغنطتين. هنقلل النار شويه بحيث ان هي ايه اقصى وقت للفراخ ان انا ممكن اتبله واشيله في الثلاجه او في الفريزر قد ايه؟ هو يستحب ساعتين اقل حاجه. لا انا قصدي لو هخزنها، يعني مثلا هجيب مثلا 2 3 كيلو المفروض ماكسيمم يقعدوا في الفريزر قد ايه؟ يعني اقصى وقت قد ايه؟ اي حاجه فروزن، اي حاجه فريش بتتعمل لفروزن 3 شهور. والله طالما خدت. بس اهم حاجه ان انا عملت الدرجه اللي هي التسويق الفريزر صح، يعني انا عملت حاجه صح ان انا جبت الفراخ منتج يكون مصدره كويس، مصدر من مكان كويس، يعني مكان معلوم، اماكن هي معلومه، الاماكن كويسه. ما اجيبش حاجه يكون من مكان مش مظبوط، لان لو انا جبتها مكان مهما عملت الخطوات اللي انا بعد ما استلمت بيها الفراخ مش هتبقى كويسه. يعني انا عملت التخزين صح لكن المنتج نفسه مش مظبوط هيطلع النتيجه النهائيه مش كويسه. تمام. فزي ما قلت لحضرتك احنا بناخد الفراخ هنا بنخليها تاخد لون زي ما حضرتك شايفه كده، ابتدت تاخد لون اهو. هنعمل ايه؟ حاجه بسيطه جدا، هننزل بالبصل، حبه بصل. طب سؤال يا شيف، اتفضلي. الفراخ مثلا انت جايب الصدر ده كامل على بعضه مش متقطع صح؟ بالظبط. طيب هل بتفرق في التقطيع؟ يعني لو انا مقطعه صدور رفيعه
وعايز اعمل الوصفه دي تنفع ولا لا؟ لازم الصدر يبقى كده كامل؟ لا بينفع ان احنا نعملها، بس هي كل الفكره ان احنا قلنا الصدور دي سليمه علشان انا عايز اعمل شكل في الطبق، وفي نفس الوقت انا مش في زي الالفريدو اللي حضرتك بتتكلمي فيها. أيوة. دخلنا في كونسبت تاني او صنف تاني اللي هو الالفريدو، بيبقى شريرات صغيره. أيوة. زي ما حضرتك بتقولي كده، دي وصفه تانيه خالص الالفريدو، انما هنا احنا عاملين صدور فراخ مشويه. تمام. مع حبه في المارينيشن بتاعها حبه اعشاب. خلاص، وملح وفلفل زي ما قلت لحضرتك، بحيث ان انا مش عايز اكتر في التوابل عشان ما اضيعش المعالم الاصليه بتاعت الوصفه. تمام. خدت اللون بتاعها زي ما حضرتك شفت كده، بنزل بعد كده بالبصل. في ناس كتير بتنزل بالثوم قبل البصل، فلو انا نزلت بالثوم قبل هتحرق. البصل هيتحرق. وكمان النكهه بتاعته هتضيع. تمام. فاحنا حاطين قلنا زي ما قلت لحضرتك تدبل بس البصلايه حبه صغيره، وندعم الصوص، ندعم الصوص بحبه ثوم صغيره خالص. احنا عندنا اوريدي احنا حاطين الثوم، ولكن احنا بندعم التست حبه صغيره كده خالص. المطبخ الايطالي زي ما قلت لحضرتك مطبخ بسيط جدا، مش بيحب الحاجه مش مكلكع زي ما بنقول، يعني مفيش كلكع بالظبط. تمام. ده تسخن بشكل كويس اهو. لا وريحه الثوم خطيره يا جماعه. انا بحب هننزل الثوم. هننزل بحبه المشروم. احنا بنشتغل بالمقادير اللي على قد الباكس اللي بتاعنا. احنا عندنا كام باكس؟ 2 باكس. انا عامل صدرين، انا بعمل لفردين كابلز. تمام. انا عامل فردين كده مثلا او لفرد، بعمل الكميه اللي بتناسبني بحيث ان انا ما اعملش ليفت اوفر كتير. ليفت اوفر ده اللي راجع بتاع الاكل ما يبقاش كتير، فبيدخلنا في دايره ان في حاجه تتسخن تاني يوم، في حاجه تبقى باد كواليتي. مش هتبقى باد قد ما هتبقى ان هي مش كواليتي، يعني حاجه اقل الكواليتي بتاعها اقل. فالفريش ما في يعني بيكون افضل حاجه. تمام. لا الافضل ان احنا نعمل الاكل على القد بالظبط، يعني على قد الافراد نعمله بالظبط كده. تمام. ابتدى تاخد اللون بتاعها. هننزل حبه بسيطه خالص. والباستا دي بالبنه مش مش باي حاجه ثانيه؟ الباستا بالبنه. احنا بنقول اللي احنا دايما في زي ما اتكلمنا قبل كده مع حضرتك في الحلقات اللي قبل كده، ان احنا قلنا عايزين نوفر في البيت المتاح، يعني انا اعمل الوصفه على المتاح عندي. بعد طبعا الغلا بحكم الدنيا صعبه شويه دلوقتي، كل حاجه اصبحت سعر كل يوم بيزيد. مش احنا عايزين نسهلها على الناس، نسهلها على الناس. انا عندي متاح ايه؟ عندي مثلا متاح فراخ، انا هعمل وصفه بالفراخ، مش لازم اروح اجيب وصفه جديده خالص. تمام. واقول انا هعمل كذا كذا، انا بص عندي تلاجتي الاول كذا كذا فيها ايه؟ فيها فراخ، اروح اعمل فراخ. بمشي طبعا الحاجه الموجوده عندي، الا اذا انا عايز اعمل في يوم حاجه معينه فبشتريها مخصوص. فاحنا النهارده عندنا الوصفه بتاعتنا زي ما قلت لحضرتك الفراخ اهي. تمام. عاملينها مع التشيكن وايت صوص. بعد كده هننزل بمكعبين الزبده. الله. ليه بقى؟ ليه الزبده دلوقتي؟ عشان انا عايز الزبده هنا مش اكتر من ان هي ربط بتربط لي الصوص، فلازم تسيح قبل ما انزل الكريمه. تمام. فهي خطوات بتدي طعم برضو جدا الزبدة. جدا طبعا بتحافظ. احنا قلنا بنعمل صدمه للفراخه علشان التندر بتاعها، قطعه الفراخ تبقى تندر جوسي، لما كلها ما تبقاش ناشفه. تمام. الفكره في الزبده بتدعم الكلام ده، كل اللي احنا بنعمله خطوات معينه بنمشي بتسلسل بحيث ان تبقى الحاجه طالعه زي ما هم اصحابها عاملينها. يعني هي دي الوصفه الاساسيه، الوصفه الايطاليه من ايطاليا. بالظبط بالظبط كده. مش عايزين نحط حاجات من دماغنا، احنا ممكن نضيف اي حاجه، كل واحد بيحب حاجه بذوقه هو، بس احنا ما بنحبش نضيف. لما بنقول لجماهير حاجه معينه بنقولها باساسها. ليه؟ لان في ناس بتشوفنا بتقول لا ده بيحط حساس صح، او لا ده بيفتي. لا مش هي دي بالظبط كده. خلاص زمن بقى التكات والحركات. لا خلاص خلاص بقى. عدى دلوقتي كل حاجه معلنه. صح. جمهور لازم تحترم عقليه الجمهور، لان الجمهور لو انت ما احترمتش عقليه لا. وخليني اقول ان 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 التليفون يا جماعه ده ما خلاش حاجه يعني بالظبط زي ما حضرتك قلت كده. انا قاعده هنا بروح ايطاليا اشوف اساس الوصفه ايه بالظبط كده. تمام. هنحط حبه الكريمه. تمام. الكريمه مش لبن صح؟ لا لبن كريمه. انا لبن ممكن اضيف لبن، ممكن اضيف لبن لو انا حابب، بس الكريمه بس الكريمه غنيه جدا. تمام. بتدي قوام وتست وشكل. ما بتعمليها حضرتك كده اهي ابتدت تتقل، تشتغل محيطها بقى خالص. خلاص احنا كده سايبينها براحتها خالص فين؟ في السوا، بحيث ان الفراخ تستوي براحتها زي ما هي عايزه، تاخد وقتها. تمام. قلنا الفراخ دي ما بتكملش بالظبط 25 دقيقه بيكون عندي منتج. ده ولا حاجه يعني 25 دقيقه ده 25 دقيقه ستة بترجع من الشغل زي حالتي ترجع بسرعه كده. احنا بنراعي الجزء ستات البيوت. ستات البيوت. ستات البيوت العاملات. العاملات الله يعينهم. تمام. فابتدت تتقل لو عايز مساعده قول لي اجي اساعدك. لا 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 ده كده تمام اهي، احنا زودنا بس النار حبه.
تمام. على ما تاخد درجه السوا بتاعها هنروح الناحيه الثانيه هنعمل التشيكن سيزر تمام. هجيب بولي الغرف كده. عندنا مكونات انت قلت لي دي اكله ايه التشيكن سيزر سالاد؟ نعم اكله ايه؟ من دي حضرتك البلد بالبلد اليونان يوناني اه تمام. سلطه القيصر اساسها اليونان تمام. في ناس خدتها في اماكن ثانيه وعدلت فيها ونسبتها ليها، بس هي اساسها المطبخ اليوناني حوض البحر المتوسط كله عارفها عارف التشيكن سيزر سلطه تمام. والتشيكن هنا اضافه يعني اديشنال، يعني انا ممكن اعملها بحاجه ثانيه، ممكن اعملها باللحمه، ممكن اعملها بالفراخ، ممكن اعملها بالسلم، ممكن اعملها بالجمبري انشوجه كل حاجه هي اوريدي في الانشوجه، فهنلاقيها في الصوص تمام. في الصوص بتاعها تمام كده. احنا عندنا الخاص الكميه اللي احنا عايزينها هي موجوده خلاص تمام. هنحط عند حضرتك كده البوله مايونيز اهو الصوص بتاعنا ده الاساس بتاعنا الصوص، قلنا مايونيز ده ايه بقى؟ ده المايونيز، ده المايونيز ده الحاجه الاساسيه هي المايونيز تمام. بنحط زبادي او حاجه ولا لا؟ ما لا، هو زي ما قلت حضرتك دلوقتي احنا لازم نعترف ان احنا مفيش غير في ناس كتير غيرنا في السوق، لازم كله يكون حاجه مظبوطه ومعلنه عشان ما حدش يقول لا انت حاطط حاجه زي ما حضرتك قلت ايه ان احنا بنفتي. ايوه دي ايه الانشوجه بقى؟ الانشوجه يا فندم تمام. بعد كده الكبري. طب لو الكبري ده مش متوفر مثلا؟ مش مشكله، بس هو الصنف بيبقى عباره عن 1 2 3 حاجه مش متوفره خلاص، بيبقى مايونيز وانشوجه وكابري. البيزك بتاعها مايونيز، البيزك بتاع الصوص السيزر الدريسنج سيزر عباره عن مايونيز، بياخد كابري، بياخد انشوجه جبنه بارميزان تمام. بعد كده بنقلبه. في حد يجي يقول لحضرتك ايه احنا ممكن نحط حبه كريمه؟ لا اقول له لا، لو انت حطيت كريمه دخلتها في صنف تاني وكونسبت تاني احنا مش بتاعنا، مش ده اللي احنا شغالين عليه تمام. فعشان كده بقول لحضرتك ايه الدنيا دلوقتي بقت مفتوحه جدا، فكل حاجه متشافه، فاحنا عايزين نحترم عقليه الجمهور، لان الجمهور هو اللي زي ما بيقولوا يعني هو المتلقي، فلازم احترمه عشان يحترمني يصدقني تمام.